أنا ما بالك انت ذكرتي تحت الهوى انه عملت قصيده لحد، أيوة، هذه يعني زي شلت ما تكون احساسه زي حكى لك. مداعبة كذا، ها زي مداعبة يعني. واحدة من الزميلات طيب، فقالت أنا أبغى قصيدة كذا تكتبي لي إياها عن موضوع كذا كذا، فكتبتها على السريع. حكت لك الموضوع هي؟ أي قلت يا ليتني يا شوق مثل الرسالة، أضغط على الجوال ويتم الإرسال. أنت الذي يقرأ حرفي وجماله، ورسالتي يظهر بها شيء ما انقال. بدت حكايتنا برحلة زمالة، واليوم فيها الحب له ريح وزلزال. ورسالتي توصل لقلبك الحالة، تشرح بها لك يلغلى كل الأحوال. واليوم فينا الحب ماخذ وكالة، وعقد وثيق بين الأضلاع منزال. سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام.